مساء الخير. بعد 70 يوم وبعد تقديم عدة حلقات تجريبية، وجد عبد العزيز المجال يلي ممكن يحقق فيه طموحه إلى جانب الفن، وهو فن الطبخ وأطباق الشيف عزوز. سيدتي منا معقدة أبدا. أعزائي، طبعا على بال ما نطلع البصلة. أوكي، طبعا البصلة أنتم شايفين كبيرة يعني، فنضطر. من اللي حاط كراتينة هنا؟ ورشة مطبخ هذا. طبعا اعزائي البصله كبيره، فالظاهر اننا بناخذ نص البصله او ربعها، يعني سم تايم بيبي. انا المشاهدون. طبعا اعزائي لا يمنع سيدتي المتابعه انك تسوين حركه كذا. لحظه، ما بتقول اعزائي المشاهدين، بتقول عزيزتي المشاهده. انا عزيزتي المشاهده. طبعا على بال ما شو اسمه نخلي البصله تتشمس شوي هنا، على بال ما نكون اوكي حتى حدتها تتشمس. غسلنا البصله عبد العزيز. شو عم تشمس؟ نعم، شي صن. على بال ما تتشمس شوي البصله اكون غسلت عده الطبخ. سهله طبعا. لك لالي، احكي لي لالي، انا هون المشاهده. اوكي، عده الطبخ سهله طبعا، مثل ما انت شايفه شمس برضو. سكين، انايف. في حدا كان هون. طبعا على بال ما نشيل العفش هذا كله. اوكي، نحن بحاجه الى تنظيف المقلاة. طبعا على بال ما ننظف المقلاة عزيزتي شمسي البصلة، على بال ما شو اسمه هذا ننتهز الفرصة ونمسي بالخير على كل اهلنا وحبايبنا في الوطن العربي، المملكة العربية السعودية، دار ابو مسعب، امي الحبيبة، اخواني واخواتي، وكل اصدقائي واحبابي في كل مكان. منكم واليكم. كم لي يا شمس؟ يا عين عليكم. هو ده. نعم، الخليج العربي والوطن العربي جميعا. يا عيني عليكم. سكر الباب وطرديها. مكوناته جدا بسيطة. اي نعم، ما فيه فلفل اسود، ولكن لا حول ولا. اوكي. ثلاث مرات لازم. اوه. اوكي. طبعا اعزائي لازم يكون شو اسمه التوابل والمقبلات موجودة هنا. مثلا ملح، فلفل. خلاص نشوف البصلة. الشمس حرقتها بس مو مشكلة. دايما دموع. دايما يا بصل عيوننا دموع. أشم صوت غريب. أشم صوت البصل. صوت البصل وهو يتفرقع. الله. نواصل تقطيع الشيكن، يعني الدجاج. أحبائنا في كل مكان، منكم وإليكم، يا عيني عليكم. نضيف المقادير مثل ما أنتم شايفين. الشيكن. بلا لافيو بلا مافيو. يا شيخ يو لاف يور سيلف بس. لا ما تقربيش، خلاص الكتاب واضح من عنوانه. وبدل المرة ألف، وبدل الألف مليون، وبدل المليون بليون، وبدل البليون إلى ما لا نهاية. وش تحسون فيه؟ نحن معكم، كونوا معنا. كل أحبابنا وأصدقائنا اللي تواصلوا معنا، أسعد الله صباحكم. كل أخويانا في الجروبات والمنتديات، منكم وإليكم، يا عيني عليكم. أعزائي الطبخة خلصت، واللي جوعان أو يرى أنه جوعان يتفضل. نعم، منكم وإليكم، يا عيني عليكم. بعد الأزمة الكبيرة اللي تسببت فيها بعض أقاويل، رجعوا عصافير الغرام يزقزقوا بالأكاديمية. لأنه يحيى بضحكني وعزيز بضحكني. خلص أنت بتضحك. شو بدهم هن يضحكوكي؟
ما بقى تفكري بالاشياء اللي ما بدها احكي. ما هن بيجوا لحالهم. عاشي سلام بارد دفن ايدي جربكي. خلي هالشيء يضحكي. ما بقى تفكر بالاشياء اللي مش عارف. ما زال انا اللي عم ضايق. خلي كبير خليكي بوغاتيف. جمع بين نيجاتيف وبوزيتيف. خليك نبوزيتيف. لا يا معلم. انت ما جبتش. ما بتقبل آية. آية إذا الصبح بدها تقول لك بونجور بتقول لك بونجور. يا خفة بونجور بونجور. يلا بونجور. كمل زاهر كمل كمل خلينا نضحك. لا لا وقت ما طويلة ما بتلحق تقطشها بتكمل دغري بونوي. اي اي ميزو اي اي يا في زهر يضحكي. شو؟ شو؟ يا في زهر كم شخص يضحكوك. كيف عمل؟ كمل زاهر كمل. ابدا جد اخ يا الله. بسبب الضغط والغيرة والتحضيرات المتواصلة وبسبب الحصر نفسية تانيا تعبينة رغم اهتمام الكل بإعادة تأهيل نفسيتها. هان نفسيتي أنا تعبانة. طب ليش تعبانة بزيادة؟ ما عم بتعبها بزيادة، هي قد ما تعبانة عم بتفش لحالها. فشيتي غلقتها؟ عرفت؟ شفتك يعني. مالك؟ كلكم شفتوني؟ أنا بس. وزاهر قال لي أنا بس. جايز كلكم شفتوني تحت الجنان، أنا سمعت صوت باش عم بقول أنا فنتين. أنا وباش وزاهر كنا. جاه؟ وش عرفت؟ ليش عصرت علشان؟ ولقيت تنتون جانا ها؟ صدقنا يعني ليك اللي شفته معقول ترجع تشوف وحدة هيك؟ أنا استغربت صراحة. عن جد عن جد. والله. بس هيدا كله جوا عم يطلع. يعني في أشياء ما تسوى يعني أبداً أبداً ما تسوى يعني. ناس تغار، ناس تبي تخرب، ناس مفروض انت مفروض مفروض لو انا مكانك استانس اكون مبسوط ان في ناس تغار ان انا مع انا وفلان مع بعض ونحب بعض، في ناس تغار تبينا نوخر عن بعض، مفروض تستانسين بالعكس مو تزعلين ابدا ابدا. ان في احد تكلم ان مفروض تكون مبسوطه يعني. ان انا لو احب واحده ويا واحد يقول لي ترى كذا 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 انبسط معه. غار من حبيبتي ان انا احبها ومع بعض. طيب خلي يتكلمون كل الناس. لا انت لا تعطي نفسك فرصه ان توصلين حق هالمرحله ابدا ابدا. ما احنا اكثر يعني احنا اكثر والله كلكم أكثر. كلكم هون بتقولوا لي ثانيه كلنا نحن معصبين مثلكم نحن معصبين اكثر منك بس صدقوني اكيد كل واحد بس مش قد كل واحد اكيد صدقوني مش قد يعني انا هلا قاعده معكم اوكي ناسي الموضوع بس انا من جوا الموضوع انا الموضوع بعده جوا ما عم تعرفي متى عم بيطلع باي لحظه باي تصرف باي شيء ايه انا مثلا انا طلعت رايقه بس مش يعني انا كثير رايقه